عدنا إلى تفاصيلهن المحببة ولو بشكل مؤقت، وبعيون تروي شوقهن للمدرسة ارتدينا الزي الخاص بها وحملن حقائبهن، وكأنهن يبدأن المشوار الصباحي الذي اعتدنه قبل الحرب على قطاع غزة. هن طالبات حرمن من مقاعد الدراسة منذ بدء الحرب، وسنحت لهن الفرصة لاستحضار بعض اللحظات عبر فعالية بسيطة تعيد إليهن البسمة. تحدثنا فيها عن أحلامهن وكيف نجا الزي المدرسي لبعضهن رغم القصف الذي طال منازلهن. مخبيهم غزان، احنا من غزة زي القصف. ثلاثة من صديق المريون كان نرجع على أيام المدرسة. صلى يا عمو نرجع المدرسة شكلها للتعليم لأبلاتي للمديرة لكل شيء ولقراية. القراية أهم شيء. القصف الإسرائيلي المتواصل تسبب بتدمير مئات المدارس في قطاع غزة، ما أثر على حياة الأطفال الذين يشكلون حوالي نصف سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,300,000 نسمة، إضافة إلى مقتل الآلاف من الطلاب والكوادر التعليمية وفق الأمم المتحدة. ورغم الحرمان الدراسي الذي طال أطفال غزة، حاول بعض المعلمين والمعلمات مواصلة رسالتهم ما أمكن في خيام حولوها إلى صفوف بمناطق النازحين، على أمل أن يعوضوا ولو بالقليل ما فاتهم خلال أشهر الحرب المتواصلة. شو هذا الدمار؟ كنا ندرس فين هذول المدارس، وكنا نلعب في الساحة، يجي علينا المدير يلفلف على الصفوف، يوزع علينا الكتب. كنا ننزل هناك نشوف البنادمين اللي رايحين، نقف على بوابة المدرسة. كنا عايشين يعني، كيف بدنا نتعلم الحين؟ احنا فقدنا الأصدقاء، رجعونا للتعليم، كنا من الأوائل.